يا جماعة افعلوا الخير. النبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السيء. والله لا يندم من فعل خيرا في أي مكان. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. يا أخي افعل، تصدق، امسح رأس يتيم، سل رحمك، سلم على جارك، حاول تكون سبب في حل مشكلة، أصلح بين اثنين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أجر، افعلوا الخير. باختصار شوفوا حديث الرسول، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت خايف من حادث لا قدر الله تموت فيه ثمية جيدة؟ خايف أن الله يبتليك قبل موتك؟ خايف من فضيحة؟ اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.